مواطن يتنفس بداياته ويتلمس معالم طريقه بعزم وثاب وروح غلابة قوية فتية. كان انتظارا ممزوجا بالعمل للكسل وترقبا عظيما لاقتناص الريادة والسيادة واحتلال أسمى الرتب وأعلى القمم. نحن نتكلم عن مدينة أو مدن كانت صحراء قبل 50 سنة، اليوم يسكن فيها 380,000 نسمة. تعتبر الجبيل تحديداً من أهم مدن العالم في تصدير المواد البتروكيماوية. استثمارات التي وضعت في هذه المدن الصناعية ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي تجاوزت 1,400,000,000,000 ريال. الجديد هو توسعنا كنتيجة لتوجهاتنا لرؤية السعودية 2030، الصناعات الجديدة، تبني الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة بشكل عام، الذكاء الاصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد. كل هذه الفرص المدن الصناعية السعودية وبالذات مدن الهيئة الملكية وجبيل ينبع تسير نحو أن تكون مدن ذكية. اليوم احنا حنستمر بنفس مستهدفاتنا ولكن بطموح عالي. اليوم احنا في 50 سنة، يمكن معالي الوزير خلال الحفل ذكر وايضا خلال الفيلم المرئي الانجازات التي تمت. اليوم احنا سوف نضاعف الاستثمارات من القطاع الخاص في مجالات مختلفة، في الصناعة، في الترفيه، في اللوجستيات، في الاستثمارات التجارية، سوف نضاعفها خلال 15 سنة. وضمن أهداف الهيئة توطين صناعة، توطين حياة كريمة للعاملين في الصناعة، ما نسميه جودة الحياة حسب الرؤية الآن 2030، هذه متوفرة بالهيئة. استطاعت الهيئة أن توفر للقطاع الخاص أفضل الخدمات وأن تحول مدينة الجبيل وينبع إلى أكبر مجمع صناعي في العالم. هذا الحلم صار والمستقبل واقعنا، دفع عزيمة وإصرار وحب الوطن دافعنا، وهذا الحلم صار.